وبهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف من دبي الدكتورة موزة غباش، أستاذة في علم الاجتماع. نرحب فيك دكتورة موزة ونهنئكم بمناسبة العيد أو اليوم الوطني لدولة الإمارات. دكتورة، لو تحدثينا عن دور المرأة الإماراتية في التنمية المستدامة. أولا أهلا وسهلا بالبحرين وأهل البحرين، شكرا جزيلا على هذا اللقاء والاهتمام باحتفالنا بالعام 52 لاتحاد دولة الإمارات. السؤال يرتبط بالمرأة، وأنا جوابي أقول أن المرأة هي في حد ذاتها مشروع تنموي متكامل في دولة الإمارات. الكل رصد ويرصد وسوف يرصد أيضا إمكانيات ما قدمته المرأة على كل المستويات في دولة الإمارات، مستويات أقصد التنمية الحقيقية، تنمية الإنسان وتنمية الاقتصاد والتنمية السياسية وكذلك التنمية الثقافية. لم تحتجب المرأة عندما قدمت كمشروع لهذه الدولة، وإنما على العكس استطاعت أن تستفيد من كل أشكال التمكين، مشروعات التمكين التي قدمتها لها القادة قيادة الإمارات الحكيمة، استفادت من هذه البرامج وحققت تطورا يعني تنمويا قابل أن يستمر في حركة البناء جنبا إلى جنب أكيد مع الرجل، سواء كان شقيقا أو زوجا أو زميلا في مجالات العمل المختلفة. نعم، فأعتقد سعينا منذ 50 عام الماضية إلى أن نضع كثير من النقاط على حروف تواجد المرأة في كل مكان، وها هي اليوم تتبوأ كل الأماكن. طبعا نحن نعلم أن دولة البحرين الشقيقة سبقت كثير من دول الخليج في الحركة النسائية والتطور النسائي، لكن منهج دولة البحرين استطعنا نحن أيضا أن نستفيد منه، وخاصة على المستوى التعليمي. وكان الباب الأول الذي شرع لدخول المرأة في مجالات الحياة المختلفة هو باب التعليم، ومن ثم باب التدريب، ومن ثم مبدأ التعلم الدائم. نحن هنا نؤمن بمسألة الاستدامة في كل مجالات الحياة، فلا يمكن أن الإنسان أو المرأة بالذات تكتفي بشهادة جامعية أو ما بعد الجامعية، إنما هو استمرار للتعلم لكل ما هو جديد في الحياة بشكل عام على مستويات النظريات الاجتماعية في العالم. نعم نعم، من دبي الدكتورة موزة غباش، أستاذة في علم الاجتماع، شكرا جزيلا لك.